وإذا ما أكون لك كلمة نكون. هلا وحبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ أهلا وسهلا بكم بقناتي أطبخ مع سهى. إذا عجبتكم الطبخة سووا لي لايك سبسكرايب، وإذا طبختوا الطبخة وجربتوها وعجبكم الطعام كتبوا لي بالتعليقات، شغلوا لي زر الجرس حتى يجيكم تين تين لما أنزل طبخة جديدة. شكرا. هلا، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح نسوي عرايس، بس راح نسويها بطريقة سهلة وسريعة جدا بالبيت، اوكي؟ وراح استعمل ما استعملها بالفرن، اوكي، ولا راح اخلي بالخبز زيت وصير كلش دهينة. راح استعمل الكابسة مال السندويشات هذه اللي تعرفوها، واللي ما عنده كابسة مال السندويشات يقدر يسويها بالطاوة، يعني بالمقلات مال هذه، بس الافضل انه هذه حتى تاخذ الوجهين. الاشياء اللي راح نستعملها كلش بسيطة، انا هنا راح استعمل كمية كلش قليلة. طبعا اول شيء اهم شيء انه احنا راح نستعمل الخبز العيش اللبناني، يعني اذا كان الحجم مالته صغير فممكن تقصيها بالنص يصيرن اثنين. انا اليوم عندي خبز كبير اللي هي هاي، شوفوا ايش كبرها، كلش كبيره، فسويتها اربعه، اوكي، سويتها اربعه، قطعتها اربعه، صارت عندي هذه الحجم، حتى لانه عندي الكابسه مال السندويشات صغيره، حجمها صغير. فاذا كانت عندك الكابسه مال السندويشات كبيره ممكن تستعمليها كبيره، بس الافضل انه هذا الحجم الصغير او القرص الخبز الصغير تقصيه بالنص، يعني لكل شخص وحده. الاشياء اللي استعملناها هنا جدا بسيطه، طبعا لحم مفروم، انا هنا مستعمله تقريبا ربع كيلو. طبعا ما راح اضيف اي نوع من بهارات، بس خلينا نقول خضروات. اول شيء اضيف الملح، عندنا ملح، زين، عندنا فص ثوم، بس فص واحد، هذا فلفل حار، اللي يحب الحار، بس هذا ما راح يبين طعمه كلش هوايه، يعني شوف الكميه انا المستعملتها كلش قليله، يطلع طعمه طيب ويعطي نكهه. الكزبره ممكن تستغنون عنها، هذه اضافه من عندي لانه انا احب طعم الكزبره، اللي ما يحب طعم الكزبرة ممكن يستغني عنها. طبعا خاشوقة معجون، اوكي، معجون طماطة، صاص، انا استعمل هذا الصاص العراقي، طبعا اذا بالعراق بعد اطيب، وكتشب. واذا ما موجود اثنينهن سوى ممكن تستعمل يا اما صاص يا اما كتشب، اوكي، انا راح استعملهن اثنينهن، وملح وبس، ونخلطها ونصير نحشي هذا الخبز، نحطه بالوسط ونفرشه عليه ونحطه بالهذي. راح اسوفهم الطريقه، بس خلوني اخلط هذا اول مره ويا اللحم. ها، واكو شغله انه ممكن، الافضل يعني، مو ممكن، الافضل بعد ما تخلطون هذه المواد كلها ويا اللحم انه نتركها فد نص ساعه حتى شويه اللحم والمواد كلها تتبل وياها، والطعم ياخذ طعم الثوم وطعم الفلفل طعم الكزبره، كل هذه المواد تتبل وياها. فخليني اخلطها وبس ابدي احشي الخبز، راح اشوفكم الطريقه. اوكي حبايب، هسه راح نبدي نحشي الخبز. أنا تركت اللحم لمدة نص ساعة حتى يتبل شوية وياخذ النكهات كلها، وهسه راح نبدي نشويها أو نحطها بالماكينة السندويشات. أنا طبعا مشغلتها حارة، هي باعوا، وراح أبدي أخلي اللحم هنا بالخبز. طبعا راح تسألوني راح يستوي؟ راح يستوي، أوكي، بس انه اني احاول ما اخلي كمية لحم هواية، وافرشها واخلي الحواف مسافة بينها وبين الحافة، لانه هذا اللحم راح يذوب وراح ينزل، اذا بيدهن شوية او لية راح ينزل دهون مالته، واحنا ما نريد نسوي دخان بالمطبخ وهوسة او تحترق الحواف مالته وبعدين يسوين مشاكل، اوكي. بهالطريقة ما اكثر، فرشتها اني على الخبزة وارجع اسدها بهالطريقة، ادوسها واخليها بالطريقة واتركها الى ان تحمص واحس انه اللحم استوى. وها هي الطريقة، كلش سهلة وكلش بسيطة وكلش كلش كلش طيبة راح تطلع هذه.
واللي يفكر انه اللحم ما راح يستوي، لا راح يستوي ويصير كلش طيب. راح اشوفكم النتيجه النهائيه ان شاء الله، بس اخلص والف عافيه مقدما. واذا ما اكون لك المناكون المناكون، اخذ مني الصدق ابد ما نفترق، وترى عشقك عشق يسوى لها الكون. وصلت